مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في الحياة في مصر. واسمحوا لي مشاهدينا الكرام النهاردة أخذ حضراتكم زي ما قلت لكم زيارة لعالم تاني، بعيد عن المشاكل، بعيد عن السياسة والاقتصاد والجرائم والتحرش اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيه في المقدمة. عالم نقي بيخاطب الروح، وما أجمل مخاطبة الروح بأصوات عذبة، بأصوات دافية، كما يقال أعطاها الله مزمار من مزامير سيدنا داود. معايا النهاردة واسمحوا لي مشاهدي الكرام أنضم إلى حضراتكم في الاستماع، أكون مع حضراتكم. صحيح هم ضيفين كريمين عليا في البرنامج، لكن حقيقة الوضع والأمر إني أنا اللي هكون ضيف مستمع ومستمتع كمان بأصواتهم في الفقرة دي. اسمحوا لي أرحب بضيوفي الكرام، اتنين من أحلى الأصوات من شباب المنشدين اللي بيشرفوني. في البداية محمد الجزار، يا أهلا وسهلا بيك يا محمد. إزيك؟ الحمد لله بخير والله. وكمان محمود فضل، يا أهلا بيك يا محمود. إزيك عامل إيه؟ الحمد لله بخير والله. إزيك يا محمد؟ الحمد لله بخير والله. أنت ما شاء الله اتشهرت الفترة اللي فاتت بالنفق، نفق الأزهر. إيه حكاية النفق؟ كلمني الأول عنها. والله هو النفق ده دايماً مشهور من فترة كده، إن هم لما يكون شباب مع بعض وكده ينزلوا النفق لنقاء الصوت والإضاءة طبعاً، والإضاءة صدى الصوت والإضاءة صدق فكرة. بتكون حاجة ايه يعني، تكون ملفتة للنظر يعني للأنظار. فكنا مقدمين في مسابقة تبع الأزهر اسمها أندى الأصوات تحت رعاية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد الطيب يعني. كنا مقدمين فيها ورايحين نقدم، فقابلت عامر سامي طبعا مشاهير برضه من مشاهير النفا يعني وعبد الله الغرباوي، ونزلنا عملنا الفيديو والحمد لله حصل يعني جاب مشاهدات يعني عدت 8 مليون مشاهدة ما شاء الله. بالأخص كمان الآيات اللي هي كانت في خواتيم آل عمران، تمام اللي هي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ممكن نسمعها معاك؟ تمام ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. ربنا يبارك لك يا ابني ما شاء الله، حقيقي من اروع طبعا اندى الاصوات. لما يكونش ده اندى الاصوات يكون ايه؟ انت كمان ما شاء الله خدت المركز الاول في مسابقه ابداع الانشاد الديني، مسابقه ابداع واندى الاصوات برضه الحمد لله يعني خدت المركز الاول برضه الحمد لله. طبعا ما شاء الله ما شاء الله عليك. وبعدين الحلو بقى مشاهدينا الكرام ان احنا كان عندنا مشايخ وقراء كبار في فتره فاتت، ان يكون عندك امل ان يرجع تاني عصر المشايخ الكبار المصريين
بالاصوات الشابه دي، لان ما شاء الله ما شاء الله بجد يعني ربنا يحرسك يا رب يعني يا رب. ربنا اعطاه مزمار من مزامير سيدنا داود، ربنا يبارك لك في صوتك يا ربنا يكرمك.